فإذا إخواني في الله نستفيد في تدريس الناشئة الأطفال، نستفيد أمرين. الأمر الأول نحميهم من أهل البدع، اثنين فترة قصيرة فإذا بهم شباب رجال رجال. هذا ابن أبو الخمسطاعش ولا أبو الاثناعش، بس حطوا له 3-4 سنين ولا أنت ولا بتعرفه أصبح رجلا. فركزوا على الناشئة والأطفال يا إمة المساجد يا مؤذني المساجد، وتحملوا قرفهم، معلش بهالتعبير سامحوني، يعني رح يغلبك رح يغلبك، لأنه هيك الطفل، هذا بنط هذا بتشقلب هذا أبصر، بدك تتحمل يا رجل، شو بدنا نسوي لك؟ مش تروح تنط وتتشقلب وانتو يا الأولاد اللي جاي، بس أنا بقول لك إذا صار عندك واحد مش تطرده. ولن أنسى فلان الذي لم أره منذ 35 سنة عندما كان يدرس عندي، وهو من جنسية غير أردنية وكان يحب الدروس. فمرة وأنا لست بالمسجد جاء ليصلي، فإذا بأحد كبار السن يضربه ويوجعه، فقال لن أرجع إلى هذا المسجد، لكن قبل أن أترك يا جماعة سلموا لي على الشيخ سفيان. طب وينك وين رحت؟ لا أدري أين هذا الشاب، طبعا طفل كان 10-12 سنة، الآن عمره 40 سنة، طبعا الآن برضو قدها بجوز يطلع. منذ 30 سنة لم ألقه بسبب ماذا؟ واحد من كبار السن ضربه فهرب من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق قطف البلح. لمين يعلق قطف البلح؟ للأطفال. قال إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فأسمع إيه؟ بكاء الصبي، بكاء الصبي. والله يا جماعة أحد الصغار، أحد المشايخ عندما كانوا يحدثون ضجة وطالبوا بإخراجهم من المسجد، فقام أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا وهو أحد مشايخي اسمه محمد خضر، فقام وتكلم في الناس وبين أهمية الصبر على الصغار. فإذا بذاك الصغير يقول يا شيخ الشيخ دافع عنا. هذا الشاب يعني جوز أيامه كان 13-12، كبر وصار مؤذن مسجد واستلم مسجد وأصيب بالسرطان ومات رحمه الله. ظل في المساجد، يعني لا نستطيع أن نتكلم طبعا أكثر من ذلك. طبعا حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم حديث ضعيف جدا يكاد باتفاق المحدثين. وأحدهم مرة قام وتكلم في الناس وقال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فقلت له هذا حديث ضعيف جدا. قال مين ضعف؟ الألباني. قلت له إنساننا الألباني، طبعا كان حيا الشيخ ناصر في ذاك الزمان. قلت له إنساننا الألباني، إذا أنت مش معتبره إنساننا الألباني، لكن أنا آتيك بعلماء كثر ضعفوا هذا الحديث. فأحضرت له 10 من العلماء ممن قالوا عن هذا الحديث ضعيف جدا. قلت له إنساننا الألباني بيعجبك؟ سكت. وهذا من أساليب النقاش، إنه عنا علماء، إحنا بس علماءنا الألباني وابن باز وابن عثيمين، علماءنا كثر، علماءنا ابن تيمية وابن القيم فقط إن قبلهم، لكن نحتاج إلى نظر وقراءة أسر.